أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. آمنا بالله صدق الله. وفي زماننا أيضا طلع شخص أيضا في البصرة هذا هم ادعى أنه هو المهدي أو ابن المهدي اللي هو اسمه أحمد إسماعيل قاطع. هذا ادعى أنه أنا أيضاً ابن الإمام وأنا المهدي وتعالوا بايعوني وأنا أول المهديين إلى آخره. وشنو حجته؟ شنو دلائله؟ منامات. ما أدري أنه بعض التأويلات السخيفة لبعض الروايات اعتماداً على نسخ روايات مغلوطة يعني خطأ من أنا تكلمت عن كربلاء هسه هذه إجت الآن أمامي ما أقدر أتركها أوضح لكم إياها. لاحظين بين هلالين بين قوسين. وأعود إلى موقع الكلام. اسمعوا، في القرآن الكريم المنام له سورة في القرآن اسمها سورة يوسف. تسمعوها ولا ما تسمعوها؟ سورة يوسف قائمة على المنام. وإذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذه السورة قائمة على المنام، على منام يوسف.
وقائمة على منام الملك الكافر. الكافر الملك رأى منام وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، صحيح ولا مو صحيح؟ أيضا القرآن مسجل منام الملك ومنام يوسف ومنام الرجلين اللذين كانا يخدمان الملك وهما كافران، ودخل السجن معه فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. إذن المنام في القرآن من النبي ومن الرسول ومن المؤمن ومن الولي وحتى من الكافر موجود. تقرأ في الإسراء، في سورة الإسراء أيضا المنامات هناك موجودة، رسول الله كيف رأى الشجرة الملعونة. تقرأ في الصافات إبراهيم يتكلم مع إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، أرى في المنام. زين، بعدين أحاديث أهل البيت، آلاف الأحاديث تتكلم عن المنام اللي تشوفه. أنا أقول هالكلام لأن عندنا موضة جديدة طالعة يستهزئون بالمنامات، أو واحد يقول منام على المنبر يسخرون منه. هذول أيضا آخر خلق رب العالمين في آخر الزمان إن شاء الله، وعليهم تقوم الساعة بإذن الله تعالى. شوف المسألة الدقيقة وين. إذن هذا المنام اللي موجود. الرسول صلى الله عليه وآله إذا استقبل المسلمين وأصحابه قال هل من مبشرات؟ يا رسول الله ما المبشرات؟ قال الأحلام المنامات، ما فيكم أحد شايف منام؟ الرسول يسأل. طيب بعد هذا انتبهوا، بعد ذلك أهل البيت يقولون من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتنا. بعد ذلك بعد آخر، ارتباطكم بأهل البيت يجعلكم على مقربة منهم. بعض الناس مكاشفة تكون عندهم وليس منامه، وهو جالس مستيقظ يشوف الرسول، يشوف الإمام، يشوف الزهراء. هذه قضايا موجودة بالآلاف.